الخير. انا بيسعدني وبيشرفني اني اقدم زميلتي العزيزه دكتوره منى عبد المطلب. دكتوره منى استشاريه تغذيه علاجيه معهد السكر، كان ليها نشاط علمي كبير جدا في النيوتريشنال اويرنس في احمد ماهر لما تعرفت عليها، وفي مجالات كتيره قوي. فهتكلمنا النهارده عن الاي سي يو نيوتريشن، وات ايفري انتنسيفست شود نو. اتفضلي. مساء الخير جميعا. أنا الحقيقة بشكر جدا، يعني شكرا جزيلا مستشفى دمنهور والمؤتمر الرائع بتاعهم على دعوتنا، وبخص يعني بالشكر دكتورة غادة على الدعوة الكريمة. وأنا يعني بشكر جدا جدا أستاذتي الغالية دكتورة جيهان فؤاد على تربية الدعوة. الحقيقة ما بتتأخرش أنها تيجي تنور أي مكان بعلمها والسبورت اللي بتعمله طول الوقت للتغذية، والتغذية اللي نورت في مصر يعني بعد ما هي الحمد لله بقت على رأس المعهد. بشكر زميلتي دكتورة دعاء على تربية الدعوة. الحقيقة السيشن النهاردة بتوضح انه فعلا خلاص احنا بقينا اورينتد انه النيوتريشن هو ده كورنر ستون في العلاج بتاع كل المرضى. وانا عايزة اسأل بس حضراتكم، عايزة اعرف هو احنا معانا في القاعة اطباء رعاية كتير؟ انا هتكلم في الرعاية يعني، فاحنا معانا حد رعاية ولا احنا كلنا كلى؟ كلنا كلى. دعاء يا بختك بقى، انت هتهيثي معنا. انتنسف كير. مين؟ تمام، حلو قوي. طيب هو احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن العيان اللي بيدخل المستشفى، وانا بس عايزه يعني استسمح حضراتكم في حاجه، انه العيان اللي حضرتك بتشوفه في العياده هو نفس العيان اللي هو بتشوفه في الرعايه وفي الداخلي. فانا بس مبقاش فاهمه العيان اللي بيخش الرعايه والداخلي ده ليه بيفضل العيان محطوط في الرعايه على جلوكوز 5% و10%؟ يعني هل البني ادم ده مش هو البني ادم اللي كان انت بتشوفه في العياده وبياخد فطار وغدا وعشاء وكل المجموعات الغذائيه؟ ايه اللي حصل يعني علشان يفضل العيان بقى في الرعايه متعلق له جلوكوز 5% و10%، حاجات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ ده اللي احنا بقى الكوفيد علمنا، انه احنا ما حلتناش غير مناعتنا، وما حلتناش غير انه جسمي اصلا يبقى ويل نورشت، واخد كل احتياجاته المايكرو نيوترينت والماكرو نيوترينت، علشان في الاخر اقدر اقاوم اي مرض انا مش عارفه له علاج لحد دلوقتي زي الكوفيد. احنا النهارده هنتكلم عن يعني الاجنتا باختصار كده، البيزكس بتاعت الانترال والبارنترال، وطبعا مطعمه بالكوفيد لان احنا في بانديميك فلازم كلنا نبقى واخدين فكره عنه. والحته الخضراء اللي فاضله دي، ده البحر والجمال بتاع اسكندريه والمكان الحلو اللي انتوا عاملين فيه المؤتمر. طبعا احنا كلنا عارفين انه المال نيوتريشن دي هي ممكن تبقى سبب للمرض وممكن تبقى نتيجه للمرض. احنا عندنا صور كتيره من النيوتريشن سبورت. احنا ممكن ندي العيان ده اورال مثلا بحاجات فورتيفايد باورال سيب فيد، او نديله انترال لو هو ما يقدرش ياخد اورال. البارنترال ده بنخليه اخر لاين اوف تريتمنت، وانا هفضل اقول الجمله دي طول ما انا بتكلم في المحاضره، لان احنا معظم اطباء الرعايه اول ما العيان يخش يبقى خلاص هيتعلق له بارنترال، ودي حاجه الحقيقه احنا ما بنحبهاش خالص وليها كومبليكيشنز كتيره. واتمنى ان فكرنا يتغير في الحته دي، انه البارنترال ده احنا بنكتبه للعيان واحنا متضايقين وبنقول يا رب امتى هنقلب تاني ونرجع تاني انترال او اورال. طيب الكريتيكال كير، الجود سبورتيف كير فيها هو ده الكورنر ستون زي ما اتفقنا لاي بيشنت كريتيكال ايل، خصوصا لو معاه كمان كوفيد. الدايتري بلان بتاعتنا بتختلف ما بتختلفش، يعني واحنا في الرعايه ما بتختلفش الا لو انا عندي بقى سيرتن كوموربيديتي، زي مثلا الرينا اللي هتقول لنا مثلا دكتوره دعاء النهارده على البروتين هيختلف شويه، انا في اول مراحل الكيدني ديزيز ولا انا في المرحله الاخرانيه، يعني همشي على 0.8 ولا همشي على 0.6 بير كي جي وهكذا. انما انا احتياجاتي ما بتفرقش. فدلوقتي الحاجات اللي قالتها دكتورة جيهان كلها اللي حضراتكم سمعتوها دلوقتي المفروض هي برضو اللي احنا بنطبقها للعيان اللي في الداخلي او في الرعاية. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان العيان لازم ياخد كل الفود جروبس بتاعته، يبقى فيها فرايتي، يبقى فيها نيوترين دنستي. العيان لازم احافظ على الالوان والتنوع في اكله، يعني الانترال اللي بيطلع له ده هو مش المفروض ان هو يطلع له جيلي مية حمراء كده بسكر، او يطلع له اي حاجه معموله بودنج كده وخلاص. احنا المفروض نكون الانترال ده حاطين له فيه كل الاكل المفروض ياخده اللي الدكتوره جيهان كلمت فيه دلوقتي، يعني المفروض يكون فيه فروتس وفيجيتابلز، المفروض يكون فيه بروتين وكربوهيدرات. الحاجات اللي بتتضرب في الخلاط اللي هي بتبقى بلندرايزد وبتتحط للعيان في الرايل تيوب هي دي احسن حاجه. احنا نتمنى ان هو ده اللي العيان يخش له. انا ممكن احط اورال نيوتريشن سبلمنت او يعني الحاجات اللي هي المعموله الجاهزه دي، بس انا بفضل التاني، وفي دراسات دلوقتي ابتدت تتعمل على كده والناس ابتدت دلوقتي تتكلم في كده. طبعا احنا عارفين كلنا انه كل واحد ليه البيراميد بتاعه المختلف، يعني انا مش زي حضرتك، مش زي حضرتك، مش زي العيان اللي نايم في المستشفى. ده طبعا بيختلف اكوردنج للجندر والويت والهايت والاكتيفيتي ليفل، ولازم اطبق الجايد لاينز اللي احنا
بتوع احنا بنسمي نفسنا بتوع التغذية ماشيين عليها كلنا في كل العالم. يعني ايه؟ يعني عندي 6 ميجر نيوترين كلاسز لازم يكونوا موجودين. العيان بتاعي اللي حضرتك بتمر عليه يوميا من فضلك اطمن انه بياخد الست حاجات دول، انه بياخد كربوهيدراتس وبروتينز وفاتس وبياخد فيتامينز ومينرالز ووتر. لو ما بياخدش الحاجات دي حضرتك للاسف المفروض تقلق على العيان ده، ومفروض تقلق على البروجنوزس بتاعه، وخطه العلاج اللي انت كاتبها احتمال ما تبقاش ايفكتيف. طبعا احنا بناخدهم بنسب، احنا تقريبا بناخد نص السعرات بتاعتنا نشويات، النص التاني بيبقى متقسم بين البروتين والكربوهيدرات، سوري بين البروتين والفات. بس انا عايز اخد بالي انه المايكرو نيوترينتس اللي احنا كلنا بننساها، حتى العيان اللي متعلق له في الرعايه، وده بقى اللي هو يعني واخد الرعايه بقى كويس قوي، ده متعلق له بروتين ومتعلق له فات ومتعلق له الكربوهيدرات اللي هو متعلق له 3 ان 1 ده اللي احنا بنسميه، يعني هو الباك بيبقى فيها الثلاث حاجات مع بعض. للأسف العيان ده بيتنسي فيه الحتة دي اللي هي المايكرو نيوترينز اللي هي الفيتامينز والمينرالز، ودي حضراتكم عارفين إنها في غاية الأهمية. العيان لو ما خدش فيتامينز ومينرالز هيصير عنده مشاكل كبيرة قوي، أبسطها إنه حتى نيوتريشن اللي حضرتك بتديهوله ده، يعني لو إحنا عندنا بقى اهتمام بالعيان وإحنا دلوقتي دخلنا وحسبنا العيان ده محتاج كم سعر، أو والله ده محتاج 1500 سعر، يلا علق له بروتين وكربوفات، العيان ده ممكن يموت منك. ليه؟ لأن حضرتك ما شفتش الفوسفورس مثلا عنده قد إيه. الفوسفورس ده لو قليل انا عندي ريسك ان العيان ده يخش في ريفيدنج سيندروم. يبقى اذا انا لازم اخد بالي ان الفيتامينز والمينرالز دي انا ابقى الاول عارفه الليفل بتاعها، وفي نفس الوقت انا اضيفها بقى على الحاجات اللي العيان بياخدها. الكميات دي هي اللي العيان العادي بياخدها، وبالتالي العيان اللي في الرعايه هقوله حالا، انا ده مهم، انا عارفه يا دكتور يعني هقوله حالا. الكميات دي هي اللي العيان العادي المفروض ياخدها، العيان الاول احنا كلنا من غير حتى ما نبقى تعبانين المفروض ناخد الكميات دي، يعني المفروض ناخد عدد الوحدات دي كل يوم. طبعا احنا في مصر عندنا الابحاث كلها بينت ووضحت ان احنا 20% بس، يعني يوم النسبه تزيد تبقى 30% من المصريين هم اللي بياخدوا الفايف فريش فروتس اند فيجيتابلز بير داي. كلنا لو سالت حضراتكم كده النهارده عملتوا ايه امبارح في الاوبن بوفيه مثلا، خدنا فريش فروتس اند فيجيتابلز في بيوتنا كل يوم بناخد سلطه وفاكهه، نسبه كبيره جدا مش موجوده خصوصا في السن الصغير. طبعا الميه دكتوره جيان كلمتنا قد ايه احنا محتاجينها، بس العيان اللي محجوز بقى احنا بنحسب له كميه الفلويدز بتاعته بالتعاون. يعني ايه بالتعاون؟ يعني انا لما اخش اعمل دايتري بلان انا ما اعرفش اخش اعملها الا لما اسال الانتنسيفست اللي موجود، انت معلق لو سمحت كم ملي للعيان ده، لان انا ممكن احط له 1500 ملي وهو اوريدي يكون واخد 2000، ومش عارف مين تاني حاطط له ادويه ومحل الادويه على مش عارفه كام ملي، العيان ده يبقى اوفرلودد مني. فلازم حته بالذات الفلويد والفوليوم ده يتحسب بكوردينيشن كده وتعاون بيننا كلنا. احنا بنحسب طبعا اكوردنج نيوتريشن ستاتس والاندرلاينج ديزيز والانرجي انتيك والانرجي لوس والايج والجندر، الكلام ده كلنا عارفينه. بس حته الانرجي انتيك والانرجي لوس دي اللي احنا بناكد ان احنا نشتغل كلنا تيم. يعني ايه تيم؟ يعني انا ما اخشش ابدا ابدا اعمل بلان للعيان الا لما مثلا دكتوره دعاء تخش قبلي تاخد الدايتري هيستوري بتاعه وتحسب لي العيان ده اصلا كانوا ماشي على كام سعر، لان خلي بالك العيان ده ممكن يكون بقاله مثلا 10 ايام ما بياخدش اي سعرات، او مثلا بياخد اقل من 50% من احتياجاته، والعيان ده انا احسب له وادي له كل احتياجاته فجاه فيخش مني في الريفيدنج اللي هنقوله حالا. يبقى اذا الانرجي انتيك والانرجي لوس ده مهم قوي في حساباتي. انا بحسب ازاي بقى؟ اختلفت الاقاويل وبنقعد بقى احنا ايه نقعد نقول احنا هنحسب بالمعادلات، طب نستخدم بتاعه الدبليو اتش او ولا نستخدم سكوفيلد ولا الهاريس بنديكت. وطبعا احنا عندنا معادلات لكل الاعمار، في عندنا هو لحد 18 سنه، عندنا ابلكيشنز على الموبايل تقدر حضرتك بكل سهوله وانت في الرعايه في ثانيه تحسب العيان ده محتاج قد ايه. بس خلي بالك ان كل الحاجات دي وفي جداول جاهزه كمان تقدر على طول تطلع السن ده محتاج قد ايه بروتين وهكذا. انما كل اللي احنا بنقوله دي كلها اسمها بريدكتيف فورمولاز. يعني ايه بريدكتيف فورمولاز؟ يعني احنا بنتوقع ان ممكن العيان ده يكون كذا، اذا دي مش حاجه صح. فاذا احنا لما بنلاقي اتنين بيتخانقوا، انا لما بلاقي حد مثلا عندنا في الدبلومه ولا في التدريب بيتخانقوا، لا والله ده محتاج 1800، لا ده محتاج 2000، فكل ده انتوا بتتخانقوا ليه اذا كنا احنا اصلا كلنا مش واثقين العيان ده محتاج فعلا الكميه دي ولا لا؟ امال احنا هنبقى واثقين امتى؟ الاول يعني اقول لكم انه البست هو جهاز اسمه اندايركت كالوريمتري، والحقيقه ان الجهاز ده غالي جدا وجهاز كبير ومش موجود عندنا في مصر، كان موجود في مكان او اتنين وبعدين دلوقتي مش موجود، فما بقيناش عندنا حاجه يعني ريلايبل ان احنا نعملها. بس الحقيقه انا في المحاضرات لحد مثلا من فتره قريبه كنت بقول الجمله دي وقف، انما دلوقتي بقى ابديت يور نوليدج بقى ان دلوقتي ودكتوره جيهان موجوده معانا اهو، احنا عايزين الجهاز ده يا دكتوره جيهان، ده نيو اندايركت كالوريمتري، مش هقول
مش هقول بكام، بس ماليش دعوه، انا بطلب منها دايما وهي بقى بتعمل يعني. بس الجهاز ده يا جماعه ايه بقى؟ ده يوزر فريندلي، ده تاتش، ده ممكن يحسب لنا السعرات بتاعه العيان واكيرت بسهوله جدا. فبكام بقى دكتوره جيهان هتتصرف ان شاء الله؟ المهم انه احنا كمان نقدر نتابع العيان. بس عشان فوت السلايد دي، خلي بالك لو انت يعني المفروض سراير الرعايه، ونتمنى ان المستشفيات بتاعتنا او مديرين المستشفيات يحاولوا لو بيجيبوا سراير جديده يبقى فيها ميزان، لانه في سراير رعايه بميزان تقدر بكل بساطه تعرف وزن العيان بتاعك كام بالظبط وتحسب له هو محتاج قد ايه بالظبط. ليه نشتري التانية اللي ما فيهاش ميزان؟ طب لو ما عندناش، احنا عندنا مثل كده في مصر يعني الشطره تغزل بايه باي حاجه. فاحنا عايزين نعرف الحاجات دي، ان انت ممكن تقيس حاجه اسمها ترايسبس سكين فولد، سهل قوي ده، جهاز ما يجيبش يعني 20 جنيه ولا حاجه. ترايسبس سكين فولد، اقدر اقيس حاجه اسمها ميد ارم سيركمفرنس، يعني عندنا حاجات نقدر نتابع بيها العيان. الهاند جريب، في حاجات كده ما بتكلفنيش فلوس اصلا بس اقدر اتابع بيها العيان ديلي واشوف وضعه ايه. طيب ده ملخص الريكومنديشن. انا الحقيقه قلت ايه اجيب لكم الاخر، يعني هو اصلا ريكومنديشنز بتقول ايه؟ بتقولك العيان اللي داخل عندك من فضلك تشيك فور مالنيوتريشن، يعني اعمل له اسسمنت، حط ده في بالك، يعني ما تركزش ان انت هتدي له الانتي بايوتكس وهتدي له انتي هايبرتنسيف وهتدي له هتدي له، انما من فضلك تشيك اذا كان عنده مالنيوتريشن ولا لا. وبعدين الاسسمنت ده احنا خلاص بقى احنا تعبنا قوي، احنا عملنا دلوقتي ايه؟ يعني الهيئه الحقيقه سابقه جدا في الحته دي، احنا دلوقتي بقى عندنا فرق تغذيه علاجيه مدربه في كل المستشفيات، او يعني مش في كلها، لسه فاضل لنا كام مستشفى لسه ما عملناش فيها فرق. عندنا وحدة مكونة من طبيب وصيدلي وأخصائي تغذية، فمن فضلك استعين بهذه الفرقة، اعمل له كونسلتيشن يجي يعمل لك البلان بتاعة العيان. وبعدين ما تنساش حتة الفيتامينز والمينرالز اللي اتفقنا عليها، انه ما ينفعش تحط له كل هو محتاجه وبعدين تنسى تحط له مايكرو نيوترينز. حتة الريجولر فيزيكال اكتيفيتي، عشان زمايلنا بتوع العلاج الطبيعي اللي هم بيزعلوا ان هم ازاي مش هيبقوا معانا في الفريق، لا هم ممكن يبقى ليهم دور مهم جدا في الفريق بانه يعمل ريجولر فيزيكال اكتيفيتي وايل تيكينج بريكوشنز. طبعا يعني كل عيان حتى اللي على فنتليتور الناس دول دارسين وفاهمين يعملوا له فيزيكال اكتيفيتي ازاي، في اجهزه بيعملوا بيها اكتيفيتي. فاذا دي حته مهمه جدا وكورنر ستون في العلاج. احنا عندنا كمان الاورال نيوتريشن سبلمنت لو العيان ده مش قادر ياكل، فانا اقدر دلوقتي عندي حاجات جاهزه، وانا كان ليا يعني خبره في الشراء الموحد دلوقتي في المحاليل اللي موجوده عندنا في المستشفيات، وانا عارفه وبقول لحضراتكم ان الحاجات دي متوفره وتقدر حضرتك تطلبها في ازاي الصغيره كده زي الزبادو والحاجات اللي احنا مشتريها، فيها بروتين وفيها كارب وفيها اوميجا 3 وفيها ارجينين وفيها حاجات فله، يعني العيان يقدر ياخدها حاجه صغيره كده 250 ملي تبقى كملت له اللي هو محتاجه او اللي هو مش قادر ياكله. وبعدين بقى في البوليمور بيشن طبعا هنخش انترال اذا هو مش قادر ياخد اورال، وهنخلي البارنترال وانا عاملاها بالاحمر هي اخر حاجه should be considered when enteral is not indicated or unable to reach. فمن فضلك البارنترال ده عمرك ما تلجأ له اول حاجه ابدا في العيان. طبعا في ليميتيشنز للانترال روت، يبقى احنا هنخش نساعده بشويه بريفرال بارنترال، وبالذات بقى في العيانين بتوع الكوفيد اللي هم بيقدروش ياكلوا في الفتره اللي هم تعبانين فيها، بس هم مش هيقعدوا عندنا كتير يعني، فبدل ما نعلق له سنترال وبتاع احنا ممكن نديله بريفرال بارنترال، ونقدر نستخدم الفورمولاز اللي موجوده اللي هي الاوزمولاريتي بتاعتها قليله ونقدر نعلقها بريفرال. الفنتيليتد محدش قال ان هو برضو مش هياكل، ان هو هيتساب كده مال نارش، لا احنا بنحط له نيزو جاستريك تيوب. ممكن نستخدم البوست بايلوريك لو هو جاله انتولرنس. الاي سي يو بيشنت اللي دو نوت فول توليريت فول دوز اوف انترا نيوتريشن، الحقيقه ان هو ممكن نخش بيه بالبارنترال، بس زي ما قلنا دي اخر حاجه. حته الديسفيجيا دي بقى محتاجه، يعني احنا دلوقتي بقى بقينا طماعين، احنا مش بس الفريق هيبقى فيه الطبيب واخصائي التغذيه والصيدلي وبتاع العلاج الطبيعي بقى يجي يعمل لي الفيزيكال اكتيفيتي، لا احنا عايزين كمان بتوع التخاطب ندخلهم معانا في الفريق. وانا برضو بقول الكلام ده دكتوره جيهان معايا، علشان احنا عايزين الفريق يبقى كامل. حته الديسفيجيا دي يا جماعه احنا دايما العلم بيجيب علم وبيجيب فايده. لما عملنا دبلومات دكتوره جيهان عملنا دبلومات تغذيه اطفال وتغذيه علاجيه في الكبار وكل حاجه، ولما عملت انا البرنامج التدريبي بتاع الاطباء ده اكتشفت انه لما بتيجي انت تشتغل في العيان انت بتكتشف ان انت محتاج ناس معاك تساعدك. زي مين الناس دول؟ زي بتوع التخاطب. بتوع التخاطب دي بتيجي تقول لك التكستشر اللي العيان اللي عنده ديسفيجيا ده يقدر ياكلها ايه. الرايل تيوب اللي حضرتك محطتها له، انا اسال حضراتكم سؤال، هو انتوا الرايل تيوب دي ممكن نسيبها في العيان قد ايه تقريبا؟ يعني قد ايه تقريبا؟ عارف حضرتك ان احنا ممكن نوصل لشهر وشهرين؟
يعني بس بقى بتوع التخاطب بقى كان في خناقه بيننا وبينهم وكان في ديبيت، والحقيقه الديبيت ده موجود برده على مستوى الدراسات، يعني بتقول انه لا من فضلك ما تقعدهاش اكتر من شهر. ليه؟ علشان العين قام بقى ما يخشش في ايه، في كومبليكيشنز هم ادرى بيها، لان هم بيشوفوا المشاكل بتاعتها مش احنا. فاذا احنا محتاجين يبقى في لينك بيننا وبينهم. طبعا الناس اللي ات ريسك احنا بنعمل لهم اسسمنت بالماست سكريننج، مش هدوش حضراتكم بيه، بنشوف العيان ده هاي ريسك ولا ميديوم ريسك ولا لو ريسك، وبنعمله بحاجات بسيطه قوي، يعني بنشوف البي ام اي بتاع العيان، الويت لوس خس قد ايه، الموربيديتيز اللي عنده، ثم بعد كده بقى بحدد له هو هيمشي انترال ولا هيمشي بارنترال. طب هو لو هيمشي انترال انا هديله سبيشاليز فورمولا ولا هديله الستاندرد العادي؟ وطول الوقت هتلاقي ان انا في الاخر بدور ارجع تاني ادفانس تو اورال من فضلك بسرعه. طب البارنترال نيوتريشن دي هي لو شورت تيرم زي عيانين الكوفيد مثلا، لا والنبي علق له بريفرال، يعني مش محتاجين ان احنا نحط له بقى سنترال وكده، انما لو متوقع ان هو يقعد معايا فتره طويله هدي له سنترال. طب لو انا قررت ان العيان ده هيمشي على انترال نيوتريشن، انا بقى هحط له نيزو جاستريك تيوب ولا هعمل له جاستروستومي؟ طبعا ده بيعتمد على الفتره. لو احنا اقل من شهر ونص متوقعين العيان ده يفضل معانا، يبقى احط له ايه، نيزو جاستريك تيوب. طبعا نيزو جوجنال صعبه، يعني اعتقد ان مفيش ناس كتير بتعرف تعملها على حد معلوماتي، حتى احنا برضو كنا عايزين نعمل ورك شوب يا دكتوره جيهان عن موضوع النيزو جوجنال، وده اللي انا اكتشفت ان احنا فعلا محتاجين ندرب الناس عليه. اللونج تيرم بقى اعمله جاستروستومي واعمله جوجنوستومي، ومن فضلك ما تخافش منهم واعملهم، ده احسن بكتير من ان تمشي العيان على بارنترال نيوتريشن. الحقيقه انه الانترال ده هو اللي بيسيف اللايف بتاعه العيان وبيحميه من حاجه اسمها بكتيريال ترانسلوكيشن، واعتقد ان حضراتكم كلكم اورينتد بحاجه زي دي. طبعا هو بيتر توليريتد، طبعا هو ليس كوستي. حضراتكم احنا دلوقتي لما بنمشي العيان على بارنترال، انتوا عارفين علشان الباجز دي لو اخذ بس احتياجاته في اليوم بيتكلف مش اقل من 600 جنيه عشان ياخد بس احتياجاته في اليوم اللي هو 12 ساعه بس، لسه ما كملناش 12 ساعه التانيين. فطبعا البارنترال مكلف جدا، الانترال ليس كوستي، لكن مشكلتنا كلها انه انا مش عايزه اقلب بارنترال عشان حته البكتيريال ترانسلوكيشن اللي ممكن تبقى يعني تودي بحياه العيان. طبعا سيفينج لايف ان سيفير سيبسس ويز هيلب اوف انترا نيوتريشن، لانه حاجات بيبقى متضاف عليها الاوميجا 3 والانتي اوكسيدنتس بتقلل الاي سي يو دايز، وفي نفس الوقت بتدي شويه فيسيولوجيكال يعني او ايزير تو بيجن ومور كونفينينت. انما المشكله عندنا كلها هي من الجاستريك إليس اللي بيحصل، وحضراتكم عارفين العيانين أوقات كتير بيبقوا ماشيين على الأوبيتس والبنزو والحاجات دي، فممكن يخشوا في أبر جي آي تي إنتولرنس. الإنتولرنس ده نسبة كبيرة، يعني العيانين بيخشوا منه فيه تقريبا نص العيانين بيحصل لهم أبر جي آي إنتولرنس. طب إيه الحل؟ يعني دلوقتي إحنا لو حصل له إنتولرنس إيه اللي هيجراله؟ هو مش هياخد احتياجاته، في نفس الوقت النوزوكوميال الانفكشن هتزيد، المورتاليتي هتزيد، الاي سي يو ستي هتزيد. علشان كده انا خايفه جدا من حكايه الانتولرنس دي، لا كمان العيان يخش مني في اسبيريشن، والاسبيريشن سندروم حضراتكم تعلموا ان هو ريال ثريت. طيب يبقى دلوقتي الانتنسيفست بقى يعملوا ايه؟ هم دلوقتي في دايليما، انا عايزه ابتدي بسرعه نيوتريشن للعيان، عايزه اوصل للاوبتيمم كالوريك انتيك بتاع العيان، وفي نفس الوقت انا عندي مشكله بتاعه الابر جي اي انتولرنس، احلها ازاي؟ ادي بروكايناتيك. طب اديت بروكايناتيك وبرده في مشكله عندي، يبقى اخش بقى على طول على السمول باول فيد. انا هتابع العيان ده طبعا، وهشوف الوزن بتاعه، وهشوف الاديما ديلي والديهايدريشن والفلويد انتيك والالكترولايتس. احنا يا جماعه دلوقتي لما دوسنا بايدينا في الشغل في النيوتريشن، عرفنا انه المستشفى اللي ما عندهاش تحاليل الكترولايتس وفوسفورس دي مستشفى ما ينفعش يكون فيها فريق او وحده تغذيه. وعلى فكره المستشفيات دي موجوده، وانا عارفه ان حضراتكم تعلموا هذا. انا بطلب التحليل ده وما لاقيهوش موجود، طب انا هتابع عياني ازاي؟ طب انا بقول لكم دلوقتي ان انا لازم اعرف الفوسفورس كام عند العيان عشان ما يخشش مني فري فيدنج سيندروم، انا هعرف ازاي الفوسفورس؟ انا ما عنديش تحليل ده هعرفه ازاي؟ يبقى اذا الحاجات دي المفروض حضرتك تتابعها ديلي. طبعا اي حد مش هياخد الفول ريكويرمنت بتاعته بعد يومين، بضطر ارجع الى السبلمنتري بارنترال نيوتريشن، واتفقنا ان احنا هنبتدي بلو دوز وبعدين نرجع نزيد بالتدريج لحد ما نوصل للفول ريكويرمنت بتاع العيان. ليه؟ علشان ريفيدنج سندروم. ايه ريفيدنج سندروم ده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ العيان بيبقى عنده ريسك فاكتورز من دول، بيكون البي ام اي بتاعه اصلا قليل، وزنه قليل اقل من 16، بيكون خس اكتر من 15% من وزنه في اخر 3 شهور، طبعا ما بياخدش نيوتريشن انتيك لمده 10 ايام او اكتر من كده، وعنده لو ليفل اوف بوتاسيوم او فوسفيت او ماجنيزيوم. وعشان كده قلت لحضراتكم الحاجات دي مانداتوري ان انا اعملهم قبل ما اخش بايدي اكتب للعيان بارنترال نيوتريشن او انترا نيوتريشن. طب العيان اللي عنده الريسكس دي لو انا اديت له الفور ريكويرمنت هيحصل له ايه؟ هيموت،
هيحصل مشكلة كبيرة جدا جدا على مستوى كل الأجهزة. يبقى اتفقنا ان انا حدي للعيان مش اكتر من 50% من احتياجاته اول يومين، وعلى ثالث ورابع يوم ل 70%، على اسبوع يكون العيان وصل للفول ريكويرمنت بتاعته. طيب حتة بس الفات تو كارب ريشيو، خلي بالكو في عينين الكوفيد احنا مش بندي الكربوهيدرات اكتر من 50%. حتى لو هعلق فورميلا بختار فورميلا او بعمل حسبتي على ان الكربوهيدرات متعديش 50%، عشان طبعا الكربون دايكسايد والريسبيراتوري افكشن. ببتدي النيوتريشن بدري، وده السؤال اللي انا عايز اساله لحضراتكم، احنا ممكن نبتدي الانترا نيوتريشن للعيانين الكريتيكالي ال امتى؟ يعني دخلوا الرعايه ابتدي انا بقى نيوتريشن امتى؟ اول يوم، اول يومين، بعد اسبوع؟ راي حضراتكم ايه؟ as soon as possible. يعني انا عايزه اول 6-8 ساعات يخش فيهم العيان وعملت له اسسمنت ولقيته مال نارشت على طول ابتدي له. بس ابتدي له ازاي؟ انا ما بخشش زي ما اتفقنا بالفور ريكويرمنت، انا ببتدي الاول بشويش لحد ما اوصل للفور ريكويرمنت. طيب ده المنظر بتاع الدليفري سيستم. بصوا حضراتكم احنا عندنا اوبن وكلوزد، وعلى فكره الاثنين متوفرين عندنا في المستشفيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو عايز الكلوز سيستم احنا عندنا الباك دي على فكره، وعندنا الانفيوجن سيت دي كلها اللي تقدر تحط فيها الحاجه لو انت خايف من الانفكشن. هتبقى الفورميلا جاهزه هتتحط في الباج وهتظبط الريت للعيان، فده كلوزد سيت، ده طبعا بيريديوس الانفكشن. انما الاوبن ده بقى احنا بنعمله لما بيكون ما عندناش الافيلابيليتي دي، يعني فاحنا بناخد الاكل اللي هو بلندرايزد وبنحطه برده في التيوب في الباج، ودي موجوده عندنا برده في المستشفى، وبنظبط احنا الريت. وعشان كده دي اهميه بقى النيرس اللي الدكتوره جيهان قالت عليها في الفريق، لانه النيرس دي مش بس هتبقى بتقولي العيان اخد قد ايه من احتياجاته امبارح، لا دي كمان عارفه انه هتعلق بريت قد ايه. وبعدين محاليل التغذيه الباجز بتاعتنا هوريها لكم ليها صوره دلوقتي، هي بيبقى ليها طريقه معينه، يعني بيبقوا ثلاثه بكومبارتمنت كده وبعدين احنا بنضغط على الكيس عشان يفتحوا على بعض. النيرس بقى دي انا بعلمها كل الحاجات دي علشان تساعدني، عشان انا مش هعرف اعمل كل ده. على فكره يا جماعه شغل التغذيه بياخد وقت طويل جدا، يعني مثلا دكتوره دعاء ايه رايك احنا بنقعد نتكلم مع العيان اول مره نص ساعه، لو العيان مش قادر بنكلم اهله، وبعدين بندبل تشيك او بنتريبل تشيك كمان، يعني بسال العيان وبسال اهله وبسال الممرضه، لان اوقات الممرضه تقول لي العيان كل وهو ما كلش. طيب يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عايزين نخش بشويش، نمشي بشويش، ندي ترافيك فيدنج الاول بعدين نزود بشويش. عمري ما حدي العيان انترا نيوتريشن لو العيان ده هيمودايناميكالي انستابل. العيان ده لازم يكون ستيبل علشان اقدر اديله. طيب الفورميلاز طبعا مختلفه كتير، وقلنا مش هناخد اللي هي اللي فيها كارب اكتر من 50% عشان الكربون دايكسايد برودكشن ريسبيراتوري افكشن، وهعمل له مونيتورنج طبعا علشان اخد بالي من الانفكشن والاسبيريشن والدايريا. العيان لما بخش بسال انا، يعني لما بخش انا اعمل فولو اب للعيان كل يوم ببص على الحاجات دي، العيان بيسهل، العيان عنده ميتابوليك ديستربنسز، فين تحاليله. دي بقى وظيفتي يعني انا والفريق بتاعي لما بنخش كل يوم نمر بنعمل الحاجات دي. طيب احنا دلوقتي عايزين برضو، يعني علشان انا احب دايما اتكلم في الواقع، ده الواقع اللي عندنا دلوقتي. احنا انا سعيده جدا 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 وبشكر تاني وتالت ورابع استاذي دكتوره جيهان ورئيس الهيئه الحقيقه، لانه استجاب في تعديل المقننات الغذائيه لمرضى الكوفيد، وده راح بالوزاره منشور وتعمم على كل المستشفيات، واعتقد ان حضراتكم شفتوا الكلام ده. فاحنا فعلا عملنا التعديل ده وحطينا ما يناسب هذا العيان، واتكلمنا حتى في الادويه انه لو هتاخد الهيدروكسيكلوروكين خده مع الاكل، لو الاديستروميسين يبقى على معده فاضيه وهكذا. احنا في معهد السكر اجتهدنا الحقيقه وعملنا نظام كده علشان الناس اللي هم عندهم وزن زايد مثلا وعندهم مشكله في الجهاز المناعي او عندهم كوفيد، الحاجات دي افيلابل ومتوفره واي حد عايزها يعني ويلكم جدا ان هو ياخدها. لو فشلنا بقى في العيان ان احنا نديله اورال او انترال، بنخش طبعا على البارنترال، والبارنترال ده زي ما حضراتكم عارفين احنا ميكتشر بين كارب وبروتين وفات. بس الحقيقه انه ليه انديكيشنز، والانديكيشنز دي لو انا عندي مشكله في الجي اي تي، لكن وانس ذا جات وركس بليز يوز ات. النقطه بس اللي احنا بناخد بالنا منها في الرعايه انه الانفيوجن ريت بتاعنا بيكون 7 ملي جرام بير كي جي بير مينيت. لو العيان ده يعني انستابل او كريتيكالي ايل مش بنزود عن 4 ملي جرام بير كي جي بير مينيت. الليبيد احنا بندي 1 جرام بير كي جي،
ودي الماكسيمم يعني دوز. بس خلي بال حضرتك لازم الاول قبل ما تدي ليبيد تعرف الترايجليسرايد ليفل قد ايه، لانه لو ما عملتش كده انت برضو بتدخل العيان في بانكرياتايتس، لانه في عيانين ترايجليسرايدز بتاعتهم بتكون اكتر من 400، كونترا انديكيت ساعتها ان انا ادي ليبيدز، بدي بروتين وكربوهيدرات وبوقف الليبيد خالص لحد ما تاني ترجع التحاليل. عشان كده قلت لحضراتكم المستشفى او المعهد اللي ما فيهوش التحاليل دي مش هيعرف يشتغل نيوتريشن. طبعا بقيس وزن العيان، واي وزن زياده عن كيلو ده من العيان ما تخنش وما بقى حلش ما بقاش حلو يعني عشان انت اكلته، ده في عنده فلويد ديستربنسز. طيب الكالسيوم خلي بالك انت المفروض تعمل كوركتد كالسيوم لو العيان ده عنده هايبو البيومينيميا، الفورسترس مانداتوري ان انت تقيسه، الروت اوف انفيوجن عندنا تو روتس انترال سوري البريفيرال والسنترال، والبريفيرال ممكن ادي فيه للعيان كل حاجه، يعني ادي للعيان فيه بروتين وكارب وليبت كل حاجة، إنما خلي بالك الأوزمولاريتي ما تزيدش عن 900. إحنا دلوقتي وأنا بقول لحضراتكم ده متوفر عندنا في المستشفيات، الباجز اللي هي 3 في 1 اللي هي فيها بروتين وكارب وفات، التلاتة مع بعض تقدر تديهم للعيان وبأوزمولاريتي أقل من 900، فكده ما عندناش حجة، يعني دي حاجة بسيطة وسهلة وهتنقص بيها حياة العيان. طبعا البريفرال زي ما قلنا 900 ميلي أوزمول مش أكتر من كده، والسنترال ممكن يبقى 2 في 1 أو 3 في 1 حسب العيان الدهون الثلاثية بتاعته أخبارها إيه. ده منظر الباك اللي هي زي ما قلت لكم التلاتة الكومبارتمنتس دي، وبنفتحهم وخلي بالك بقى النيرس بقى لازم نعلمها، خلي بالك دي لو فضل نص الكيس لازم أرميه، يعني مش هديه للعيان بكرة مثلا، لازم أعلمها إنه تبص على اللون بتاع الكيس which is turbid which is clear علشان تبقى فاهمة الدنيا بتمشي ازاي. بعلق لهم الورقة دي في الرعاية وبقول لهم ادي الريت اللي انتوا عايزين، لو عايزين 20 ملي بير اور يبقى ادي 7 دروبس بير مينت وهكذا. وبعدين طبعا بنقيس بلاد جلوكوز كل 6 ساعات، وبحافظ يا جماعة من فضلكم علشان الديسجلايسيميا اللي بتحصل في الكريتيكالي ايل بيشنتس السكر بتاعي انا عايز احافظ على الليفل بتاعه من 140 لحد 180 مش اكتر من كده، في ناس بتتكلم لحد 200 بس يبقى هو ده الماكسيمم بتاعنا. طبعا اول ما العيان بنقدر نعمل له ترانزيشن للانترال بنعمل له، وده امتى؟ لو العيان خلاص وصل ل 50% او اكتر من احتياجاته ساعتها بقدر اوقف بقى البارنترال وادي الانترال. عندنا فورمولاس كتيره جدا، انا حاطه الصوره هيزي عشان ما نبقاش بنعمل على اعلان لحد يعني، بس هو الفكره ان عايز اقول لحضراتكم ان كل الحاجات وكل الانواع متوفره عندنا دلوقتي في المستشفيات. ده اللي موجود دلوقتي واحنا بنستعمله، ده يعني لو انا خدتكم انتو اكشن زي ما بنقول، يعني احنا عندنا بروتين انواع كتير 10% و8% اللي هو الاميبارين والامينوليبان، اكيد حضراتكم عارفين الحاجات دي. الجلوكوز عندنا منه تركيزات كتير، من فضلكم يا جماعة الناس اللي بتطلب من الصيدلية او الناس اللي بتوافق على الحاجات اللي بتيجي من الصيدلية من فضلك اطلب 10% و25% جلوكوز، لانه دول هم اللي احنا بنشتغل بيهم علشان العيانين ما يبقوش اوفرلود. خلي بالك لو 5% انت محتاج تديله كميه كبيره قوي، فال10% وال25% احنا محتاجينهم لو احنا عندنا وحده تغذيه وفريق تغذيه بيشتغل كويس. التيك هوم مسج بتاعتي انه فيد ايرلي وفيد انترال، اليفيت ذا هيد اوف ذا بيد، انترال نيوتريشن شود بي ويز هيلد ان ذا بيشنت ويز هايبر سوري هايبوديناميك انستابيليتي أو hemodynamic instability. Be cautious of risk of refeeding syndrome. When the enteral route is not available, a parenteral nutrition should be implemented at a larger, at a later stage. ومش بدري أبداً أبداً. The hypocaloric nutrition is preferred over isocaloric nutrition for the first week of ICU. قلنا ما نخشش باحتياجات العيان مرة واحدة. طبعاً الـ new indirect calorimetry اللي إن شاء الله دكتورة جيهان هتجيبه لنا easily mobilized. و ايزي كاليبريشن واكويبد وفريندلي تاتش سكرين، فاحنا محتاجين الحاجات دي تكون عندنا وان شاء الله تبقى عندنا باذن الله. ويعني الملخص بتاعنا انه if the gut works use it وthank you.